تأجيل الزيارة الملكية إلى قطر والإمارات في آخر لحظة، عزل قاضي بسبب تدوينات فيسبوكية، ونادي قضاة المغرب يدعو لاجتماع عاجل. ليلى عبد اللطيف تتوقع أحداثا مثيرة في المغرب والسعودية وسوريا. المغاربة يسخرون من عزيز أخنوش. تصرف الفنان المغربي سعد المجرد مع إحدى معجباته على المسرح يثير الكثير من الجدل. محمد عبد يقاضي الفنانة المغربية بسمة بوسيل، فما هو السبب؟ محمد ظهر، الإعاقة ميزتني عن باقي الفنانين. السلام الله عليكم أيها الطيبون والطيبات، مرحبا بكم مرة أخرى في قناتكم كوكب الفن، وفي هذا الموجز المليء بالأحداث الحصرية. دائما وكالعادة نبدأ بالصلاة على سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. أبلغت مصادر مطلعة مغرب انتليجنس أن الزيارة التي كان الملك محمد السادس يعتزم القيام بها إلى كل من قطر والإمارات العربية المتحدة ابتداء من 24 من نوفمبر 2023 قد تأجلت في آخر لحظة. وأفادت ذات المصادر أن الفريق الصحفي الذي أوفدته وكالة المغرب العربي للأنباء مساء أمس إلى قطر لتغطية الزيارة سيعود غدا. وكانت مصادر موثوقة في الرباط أبلغت مغرب انتليجنس أن فرقا من مصالح القصر الملكي بالإضافة إلى فرق من وسائل الإعلام العمومية المغربية قد طارت إلى الدوحة يوم الخميس 23 من نوفمبر. وحسب ذات المصادر فإنه لم يتم الكشف عن أجندة هاتين الزيارتين، لكن القضية الفلسطينية ستكون حاضرة بقوة هناك، فضلا عن التطرق إلى العلاقات الممتازة القائمة بين الرباط والدوحة وأبوظبي. قرر المجلس الأعلى للسلطة القضائية عزل القاضي عفيف البقالي القاضي، والذي يشغل مهمة نائب لوكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالراشدية، بعد تنقيله من المحكمة الابتدائية بالعيون من سلك القضاء، وذلك بعد متابعته تأديبيا. وكشف البقالي في بلاغ له أن تفاصيل القضية بدأت بعدما أشعرت المجلس الأعلى للسلطة القضائية المواقر ببعض الإخلالات بالمحكمة الابتدائية بالعيون، اعتقادا مني أن هذه الإخلالات ناتجة عن انحرافات أشخاص ليس إلا، وتفعيلا لمناشير ودوريات المجلس المذكورة التي تحث القضاة بمكاتبته وتبليغه بملاحظاتهم وتظلماتهم وطلباتهم وما يعترضهم من إشكالات، خصوصا المنشور عدد 34 و22 المؤرخ في 14 من يونيو 2022. وأكد البقالي أنه تفاجأ قرار نقله من المحكمة الابتدائية بالعيون إلى المحكمة الابتدائية بالراشدية بعلة سد الخصاص، مشيرا إلى أن هذا التنقيل خرق واضح للمادة 77 من النظام الأساسي للقضاة التي تلزم المجلس الأعلى للسلطة القضائية بضرورة مراعاة القرب الجغرافي والوضعية الاجتماعية للقاضي. وتابع قائلا: ويبدو أن المجلس الأعلى للسلطة القضائية المؤقر لم يكتفي بهذه العقوبة المقنعة المستترة في قرار النقل، وإنما باشر إجراءات تأديبية في حقي انتهت بعقوبة الانقطاع النهائي عن العمل، وهي في الحقيقة عقوبة عزل أريد لها أن تأخذ شكلا واسما آخرين. وأضاف: عقوبة تقررت بعدما واجهني المجلس المؤقر بمجموعة من التدوينات اعتبرها موجهة ضد السيد وكيل الملك بالعيون، وهي تدوينات لا تخرج عن الحديث عن المبادئ التي أؤمن بها من قبيل المحاسبة والمسؤولية والنزاهة والحيادة ومحاربة الفساد، انسجامنا مع الدستور المغربي ومخططات الإصلاح والاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد وللتوجيهات الملكية السامية. إلا أن هذه المفاجأة الكبرى كانت هي عندما اعتمد المجلس على التقارير التي كان يكتبها عني السيد وكيل الملك نفسه باعتبار عنصرا لا يصلح للقضاء حسب رأيها، بكوني أشكل مصدر إزعاج لها. وزاد قائلا:
كما واجهني المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر بضعف الإنتاج، مع أن القاضي لا يحاسب على الإنتاج بلغة الأرقام التي يعلن عنها كل نهاية سنة، بقدر ما يحاسب على مدى تحقيقه للعدل والإنصاف وخدمة المصلحة العامة وتطبيق القانون والنزاهة والحيادة، وهو ما كنت ألتزم به بشهادة الجميع بمن فيهم السيد الموقر في خلاصة تقريرها. وختم البقالي بلاغه بالقول: طبعا كل ما واجهني به المجلس الأعلى للسلطة القضائية الموقر طفى على السطح فجأة، ومباشرة بعدما راسلته أشعرته بالإخلالات المذكورة، لأفهم آنذاك أن التعبير عن مناهضة الفساد في صفحتي الفيسبوكية أخطر من الفساد في حد ذاته، كما أن انتمائي الجمعوي لنادي قضاة المغرب للفكر والمبادرات الإصلاحية كانت سببا في استهدافي منذ الوهلة الأولى. من جهتي دعا نادي قضاة المغرب إلى اجتماع طارئ للمكتب التنفيذي لنادي قضاة المغرب اليوم السبت 25 من نوفمبر مع الساعة 3 بعد الزوال لتدارس الموضوع. ليلى عبد اللطيف العرافة اللبنانية التي أثارت الجدل في مواقع التواصل الاجتماعي بعد زلزال الحوز المدمر عادت لتفرض بعضا مما تدعي أن الأيام تخبئ لدول المغرب والسعودية وسوريا. بالنسبة للمغرب، توقعت ليلى عبد اللطيف إبرام العديد من الاتفاقيات في العام الجديد وتحسين الحياة المعيشية وتوفير فرص العمل وانتعاش السياحة وارتفاع أسعار المحروقات. أما بالنسبة للسعودية، تنبأت عبد اللطيف بوقوع أحداث كارثية كالزلازل وانتشار الوباء الذي سيودي بعدد من المواطنين، إلا أنها قالت إن المملكة ستتغلب عليها وستكون هناك الكثير من المفاجآت. وبالنسبة لسوريا، توقعت عبد اللطيف انفراجا فيما يخص أزمات المياه والكهرباء والغذاء وارتفاعا كبيرا في أسعار العقارات وعودة العلاقات السورية التركية. تجدر الإشارة إلى أن توقعات ليلى عبد اللطيف ليست سوى تكهنة ولا يمكن اعتبارها أخبارا مؤكدة. أثارت تصريحات سابقة لرئيس الحكومة المغربية عزيز أخنوش سخرية عارمة بمواقع التواصل الاجتماعي بعد إعادة ترويج الفيديو الذي تحدث فيه عن ثروته القليلة. وكان عزيز أخنوش يتحدث في ندوة سابقة عن مهامه الحكومية، معرجا على بعض الاتهامات التي تطاله بشأن تضخم ثروته، حيث رد على الأنباء بما معناها أنا ما عندي باطو، ما عندي فيرما وما كنستافدش من الدعم، وهي الكلمات التي تداولها الرواد بنوع من الغبطة والسخرية، فيما تقبلها الآخرون بحرقة، مشيرين إلى أن رئيس الحكومة يستحمر المواطن المغربي. وبتهكم قال حساب يحمل اسم بدر الدين مسكين أن اللي عندي فيرما أو باطو أو طائرة خاصة أو فيلا مربية، لكن كنمشي ليها غالي كنكون ناعس. وعلق فاضل أيضا على استهتار أخ النوش قائلا: فعلا هو قطاع الفلاحة والصيد البحري، خاطئ الصناعة والخدمات هي قوة مجموعة أكوا. الآن هو مشي في مجلس الإدارة لكن الكنتور خدم، الله يبارك، احنا بغينا المغرب يكثروا فيه الناس إلا الأثرياء والأغنياء والمتوسطي الدخل ويقلوا فيه الفقراء، آمين يا رب العالمين. هذا وصبت جل التعليقات في خانة واحدة، وهي انتقاد كلام رئيس الحكومة الذي لا أساس له من الصحة. ومعلوم على رئيس الحكومة المغربية عدم إتقانه للغة التواصل وضعفه في الحوارات، حيث لا يستطيع أن يجري حوارات ارتجالية، وحتى من يكتب له غالبا ما يورطه مع الشعب بكلام قاس أو غير منطقي. من بين هفوات عزيز أخنوش وضعف فن الخطابة لديها فيديو توعده للمغاربة بإعادة التربية، وهي نقطة سوداء في مساره السياسي تنضاف لعدة نقاط أخرى جلها سوداوية. تم تداول فيديو سعد المجرد مع معجبة في حفله الأخير، والذي أثار جدلا واسعا بين الرواد الذين تفاجأوا بتصرفه الغريب مع الفتاة، فانهالت التعليقات المتضاربة حول ما فعله الفنان المغربي مع إحدى معجباته على المسرح. انتشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي ظهر فيه الفنان المغربي سعد المجرد خلال حفله في دبي وهو يمسك بيد المعجبة، وقام بشدها وبعضها وضع على صدره وأنزلها بطريقة بقيت
الجسد لثواننا تلامس جسدها. وهذا التصرف كان محط استغراب من الحاضرين ومن رواد مواقع التواصل الاجتماعي، فإن الفنان بالعادة ممكن أن يمسك بيد إحدى المعجبات ولكن لا يضع يدها على صدرها ويتصرف بهذه الطريقة. وأشار البعض إلى أن سعد المجرد انفعل خلال تقديم أغنيته الشهيرة انت بغية واحدة، كما اندمج مع الأغنية لذا جاء تصرفه هكذا. أما قسم من الجمهور تساءل حول موقف زوجة سعد المجرد بعد هذا الفيديو، وهل إذا تغار على زوجها من المعجبات ومن تصرفه معهن أو تعتبر أنه أمر عادي بالنسبة لفنان مشهور. ومن التعليقات التي كتبت عن فيديو سعد المثير للجدل: سعد خرج عن السيطرة، المغنين كلهم كيعنقوا المعجبات، يمكن شديد مراته. من جهة أخرى منح سعد المجرد جائزته بمهرجان ضيافة إلى والديه وحرصه على الدعاء لشهداء فلسطين، وجاء ذلك وسط تفاعل الحضور معها فظهر في الحفل وهو يحمل درع التكريم. وقال سعد المجرد: أهدي هذه الجائزة الكبيرة إلى والدي الفنان المغربي ووالدتي، وشكرا على حسن استقبالكم وفرحان أني موجود معكم. وأضاف: الله يرحم شهداء فلسطين. تواجه الفنانة المغربية بسمة بوسيل دعوى قضائية رفعها ضدها الفنان السعودي محمد عبده بسبب أداء أغنيته الشهيرة الأماكن دون استشارته. وكشفت بسمة بوسيل في منشور على حسابها بالإنستغرام أنها تلقت إشعارا من لدن أحد الشركات الفنية يفيد بأنها موضوع شكاية بسبب كوفر أغنية الأماكن التي أعادت طرحها شهر يوليو الماضي إهداء لروح والدها المتوفى. وقالت تعليقة الفنان المصري تامر حسني ضمن منشورها: حتى الكوفر بتاع الأماكن اللي كنت عاملها على بابا قال عايزني قاضوني عشانه، مغربة أن السياء من الخطوة التي أقدمت عليها الشركة المذكورة والتي دفعتها إلى حذف الأغنية من على قناتها الرسمية باليوتيوب. أضافت بسمة بوسيل قائلة: أنا عن نفسي لو كان لي رصيد فني عمري ما أحبط أي بني آدم حب يغني حاجة لي. كشف الممثل محمد ظهرة أن والدته لم تتقبل إعاقتها، مشيرا إلى أنه خرج للعيش بشكل طبيعي في المجتمع بعد الرعاية الخاصة التي منحها الملك محمد السادس لذوي الاحتياجات الخاصة. وأوضح الممثل خلال استضافته في أحد البرامج التلفزيونية أن الإعاقة ميزته في الساحة الفنية وجعلته فنانا مختلفا عن باقي زملائه في الميدان، مضيفا: خلقني الله بهذا الاختلاف والوالدة بغت تحيد لي هذا الاختلاف. وشدد ظهرة أنه عانى نفسيا بسبب الإعاقة لا سيما في فترة المراهقة، مبرزا أن والدته كانت متخوفة من عدم ارتباطه أو زواجها، وتابع قائلا: ميمكنش تنقص لك واحد الحاجة وميعوضكش الله بحوايج آخرين. وأوضح ذات المتحدث أنه باع السجائر في فترة شبابها من أجل ضمان مصروفه اليومي، مؤكدا أنه كان متميزا في الدراسة وكان صديق المدرسين بحكم اجتهاده وذكائه. يشار إلى أن محمد ظهرة حقق شعبية كبيرة وسط المغاربة بفضل الأعمال الدرامية والمسرحية التي شارك فيها، كان آخرها مسلسل المختفي الذي يعرض على القناة الثانية. بهذا الخبر أقول لكم شكرا على حسن انتباهكم وإلى فيديو لاحق بإذن الله. إلى اللقاء.